نهاركم سعيد ليوم الاثنين 22 أيار 2017. إنها قمة المليارات، المستفيد الأول والرئيس منها الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 380 مليار دولار عقود اتفاقات في التسلح والنفط والتعاون الاقتصادي بين الضيف الأمريكي والمضيف السعودي ورؤساء دول لا سيما العربية منها يتفرجون أو كانوا يتفرجون على ما يتم من صفقات، فيما دولهم غارقة بأزمات اقتصادية اجتماعية وفقر ترزح تحت خطوطه شعوبهم. قمة كان زعماء يشهدون على مداولاتها وشكلياتها وقضاياهم غابت عنها. قمة عقدت في دولة محيطها ملتهب غارق في الحروب والفوضى، كررت في بيانها الموقف ذاته من الإرهاب والتصنيفات ذاتها، فوضعت في السلة الواحدة تنظيم داعش مع حركة حماس وحزب الله، وصوبت على إيران. قمة شارك فيها لبنان الذي لم يوضع في صورة إعلانها الختامي، والموقف من حزب الله بحسب ما أعلن وزير الخارجية جبران باسيل في طريق العودة إلى بيروت. قمة لفتت فيها الالتفاتة الأمريكية لدور الجيش اللبناني دون سواه في مكافحة الإرهاب، فهل هذه الالتفاتة ستترجم بمزيد من الدعم لهذا الجيش ويمنح سلاحا ثقيلا قادرا فعلا على قطع دابر الإرهاب، سلاح شبيه ولو بنسبة أقل بالسلاح الذي ستحصل عليه المملكة؟ كل هذه العناوين والتساؤلات سنبحثها مع ضيفنا اليوم رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، كما نبحث في الواقع السوري وارتدادات القمة على أي تفاوض ودور ووجود روسي في المنطقة، وطبعا لقانون الانتخاب المنتظر حصة وازنة من النقاش. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير. يعني اليوم ثقبة حلقتنا مع حضرتك هيك دسمة كتير، ويمكن جربت شرح قد ما بقدر لأشياء اللي استوقفتنا نحن كرأي عام وكإعلاميين إلى علاقة بقمة الرياض قبل ما نفوت على الواقع السوري. ما بعرف إذا التساؤلات بمطرحها هلق. إيه كلها بمطرحها، بس أهم شيء طلع إيفانكا، هاي شو اسمها بالقمة كيف بقى أكتر أخذت مساعدات؟ طيب أخذت مساعدات لك. المنظر كان ما بعرف يعني شو بعرفني، يعني ربينا يمكن عشي، نحن صرنا نشوف شيء تعودنا عشي كنا ونحن وصغار. بتتخيلي كيف انت اليوم امام واحد اول شيء مثل الدب جاي لهون أخذ 400 دولار، ما ضحك ضحكي ما ابتسم. مليار 400 مليار دولار ما ابتسم. ما ابتسم لهم حتى، بقي كاشش يعني مش عاجبه الموضوع. رأس؟ يعني هيك رقص الرقص مع الملك. إيه حتى هو عم يرقص ما ابتسم يعني بركي تيفهم شو عم بيصير. فبين خلينا نحكي عن جد بالسياسة. نعم. بيّن أنه إيران هي أكبر حليف لترامب. بيّن أنه إيران أكبر حليف لترامب، لأنه بعتقد من هون لآخر عهده ما حدا رح يقدر يجيب له اللي جابت له يا إيران. هاي يعني أنا ما فهمتها. الفزاعة الإيرانية افتتح فيها 400 مليار دولار، هاي افتتاحية مع السعوديين، ما بعرف شو بده يعمل مع الآخرين. الافتتاحية 400 مليار دولار، يعني اليوم يعني التخويف من إيران، يعني اليوم وإرهاب اللي لصق بإيران، وإنه إيران تصوري أنت إيران تدعم وتمول، تصوري الإيراني اليوم مش موجود. نعم. أو الإيراني مهزوم على يد الأمريكي، شو كان بيجي يعمل ترامب بالسعودية؟ شو بيجي يحكي وياهم؟ يعني يستفاد من الصراعات بدل ما يوفق يعني بين الدول. شو بده يحكي وياهم؟ يعني اليوم أول شيء البيان إذا في إيداني بيكون في إيداني لإلهم، لأنه في أنا ما بقول يمكن تمويل مباشر، يمكن ما يكون في بس امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي كان كلام واضح إنه وأنا رأيي عبيلي لمح لقطر بتمويل الإرهاب.
بكلامه بأنه مش بس الإرهاب هو هذا اللي بيقاتل، الإرهاب هو من يغذي هذا الإرهاب ويمول، وقطر ممول واضح للإرهاب يعني كانت خلال الفترة السابقة. السعودية من خلال التساهل مع بعض التنظيمات من بعض المؤسسات الخيرية اللي تحولت بالأخير إلى مؤسسات تخرج الإرهاب. لذلك أنا أقول لك الإيرانيين كانوا أكبر حليف وسيستمرون. انتبهي، الإيراني مستمر هلا خلال 4 سنين تبع ترامب، مستمر هو أكبر حليف له، لأنه الإيراني هو الفزاعة الذي سيستمر باستعمال ترامب لإفزاع هؤلاء الناس وتشليحهم أموالهم. زلمي واضح ما كذب بشي، لا بالحملة كذب بشي ولا باللي حكي. عم تشوفي مع أنه كل الانتقادات كانت أنه شو هالخطاب المزدوج من قبل الرئيس ترامب وقتها بحملته الانتخابية، هاجم السعودية، أخذوا تمويل وبنته أخذت مساعدات. لا لا ما هاجم، قال هو أنا رايح شلحهم مصاري، لك وينه عندي الفيديو. قال أنا بدي شلحهم مصاري، بدي دفعهم مصاري، أنا هودي هني ماشي بدوننا. هو قاله ماشي بدوننا، وإذا نحن مش حاميينهم هاو ما بيكونوا موجودين، أنا رايح شلحهم مصاري، بدي دفعهم ثمن هذه الحماية. ما أبدا ما تغير خطابه بين التمهيد للانتخابات الأمريكية وبين زيارته للسعودية. بس كيف بده يستعمل إيران الفزاعة، وبذات الوقت ما كمان في اتفاق إيراني دولة، الاتفاق النووي، شو يعني كمان بيروح مهب الريح؟ ما هيدا الاتفاق يعني قبل على مضض من قبل الدول العربية تحديدا الخليجية. هو بدي أقول لك شغلي، هو الآن أكبر مستفيد من الوضع الإيراني، وأكبر مستفيد من هذا الهلع الذي يحاول بعض العرب نشروا حول إيران، وأنا رأيي هلع مصطنع منه كتير دقيق. يعني اليوم أنت بس بدي أسألك سؤال، يعني ده اليوم 400 مليار دولار لو استثمرتي فيهم بالوطن العربي والإسلامي، قديش كانوا عادوا بمنفعة على السعودية؟ مش أكبر من هذا السلاح الذي لن يستعمل أصلا ولن يستعمل؟ بدي أسألك سؤال، أنا طبعا مش مثل استثمار مثل ما استثمروا بلبنان 5 مليارات دولار قبل الانتخابات 2009، حطوهن الناس بجيابهم، ما حدا عمل فيهن شيء للبلد. لا لا، انا قلت لهم اعملوا مستوصف باسم عبد الله بن عبد العزيز، اعملوا مستوصف باسمه، مستوصف غرفتين باسمه. اخذوا المصريات، اخذوهن صرفوهن حطوهن بجيابهم، اندفع شوي منهم على الانتخابات، والباقي الأساسيين أخذوهم كلياتهم عجيبهم، من عمل مشروع باسم السعودية ومشي. عملوهم بمناطق أهل السنة يا أخي، خسموا لي شو عملتوا بعكار، شو عملتوا بإقليم الخروب، شو عملتوا بالبقاع الغربي، شو عملتوا ببيروت، بطرابلس، هذه طرابلس في آلاف العاطلين عن العمل فيها. عكار الجيش إلى حد ما لو ما عم يستوعب جزء من شباب عكار، وين شباب عكار اليوم كانوا؟ اليوم روحي شوفي انت بالمناطق السنية قليلي شو عملوا، مش عم بقول انا المناطق التانية ماشي. طب اليوم هيدي المال لو استثمر بالوطن العربي، والله كان السعودي كسب اكتر. حتى لو استثمر السعودية منا الامارات، الامارات اليوم بتشوفي الاماراتي هو انسان مرتاح، يعني لانه عدد اكتفاء، العدد قليل، العدد قليل، في ثروات بابو ظبي، في مبادرات بدبي جيده وممتازه، بتعمل عامله حركه اقتصاديه. الاماراتي بتشوفيه هو مواطن مرتاح مع حاله، وبالاضافه لانه خدمات الدوله كلها مؤمنه. طب السعودي في 25 مليون فيهم ملايين للسعوديين، لا منهم بوضع اقتصادي مزري. في مناطق بالسعودية اليوم بوضع اقتصادي مزري، في بس ينزل الشتاء البنى التحتية شوفي شو قديش بيصير في تخريب. طيب هال 400 مليار هودي يعني اللي تحت شعار الصراع السني الشيعي، هل بحاجة لإلهم؟ مع انه كانت عم بتمر مثل كل الدول العربية والخليجية السعودية بأزمة،
وبسبب هذه الأزمة بأزمة علقت أو يمكن طارت الهبة السعودية للجيش. لا لا إلى حسابات تانية الهبة السعودية أخرى غير الحسابات الاقتصادية والمالية. أول شيء لبنان لم يستفد من السعودية مثل ما الناس يعني هاي الخبرية كمان هذا المبالغة بالموضوع مش صحيح يعني بس أنا إذا أنت فيك تسمي لي يعني أنا بعطيك مثل الكويت مثلا لبنان استفاد منها أكثر بمشاريع بنى تحتية فعلية وجدية استفاد من الكويت أكثر ما استفاد من السعودية. وشوفي أنت قدامك اللي عم يصير. طب بس معالي الوزير يعني قبل ما نوصل امبارح السفير الإماراتي قريت خبر مثلا عم يفتتح 5-6 مشاريع بعكار. السعوديين أعطوا قرشوا الناس بلبنان، قرشوا منافقين في لبنان. هؤلاء المنافقين اللي قرشوهم بلبنان بياخذوا المصاري وبسبوا لهم. هاي المشكلة. اللي بدي أقول لك أنا بلبنان ما دفعوا السعوديين مال، يعني سمي لي أنت محطة معينة قليلة بهاي المحطة، طبعا بال 2006 كل العرب دفعوا يعني نتيجة العدوان الإسرائيلي. بس قليلة محطة إنه السعوديين موضوع الجيش. موضوع الجيش بقي حبر على ورق، والسعودي بس اجى الملك سلمان قرر الغاء هذه المساعده اللي كان الملك عبد الله اقرها. فلذلك انا بقول لك انه المنظر بشع لحدود في واحد شبيح واحد نصاب جاي عم بيقول لهم بدكم تدفعوا غصب عنكم، دفعوا غصب عنهم كل اللي بده اياه وقعد يتباهى بدل ما يتباهوا السعوديين انه عندهم مليون فرصة عمل اضافية، قعد هو يتباهى انه انا امنت مليون فرصة عمل للامريكيين لان دفعتهم لهودي ثمن حمايتهم. يعني الانعكاسات لن تكون على لصالح المواطن السعودي او العربي. في عنده مشكلة السعودي، السعودي نص المشاريع عمالي بتوقف. انت شوفي المتعهدين اللي عم يروحوا على السعودية بيقولوا لك في نص المشاريع اللي كانوا مبلشين فيها توقفت. كانوا بفترة انت بتذكري منعوا كل الإضافات والعلوات وكذا، رجع نعم. رجعوها لأن حسوا في مشكلة، في مشكلة اقتصادية مزبوط. بس انت في احتياطي السعودي بأمريكا موجود، هذا الاحتياطي السعودي الذي لا تملك السعودية قرار سحبه ساعة البدة، من هذا الاحتياطي السعودي بيندفع للمصريات اللي بده اني ترامب. طب بس انا كنت عم بسال حضرتك انه رغم كل اللي صار امبارح، طب معقول رؤساء دول العربيه يلي معنيه بما يجري تقف موقف المتفرج وهي ما كانها معزومه، بس هي ما طلع على شيء؟ منك وجر الدور. يعني التنويه نحن فقط للجيش اللبناني بس، حتى قديش المساعدات منك وجر الدور من لبنان وجر الدور. طب وزير الخارجيه مش عارف بالبيان برأيك مش طيب. عارفين بلبنان بالبيان طيب. برأيك هلق الرئيس سعد الحريري يعني كان ملتهي بالسيلفي تبعه، قرطوا له أوجي وعطوه السيلفي مش الحال معه، وآلاف العائلات قاعدة بلا تعويضات ولا مصاري وبدون شغل، مع أنه كتير تردد معلومات أنه ستحل هيدي الأزمة. ها؟ كتير تردد أنه ستحل أزمة ما بعرف أوجي يعني. لا بده يحلها بعنا بالهاتف وبالبواخر، يعني بدنا نحل على حسابنا كمان نحن اللبنانيين. ليش شو دخله هو بالهاتف وبالبواخر؟ لا هو وراء كل الصفقات اللي البواخر عمالي بتصير، ما التصويب كله على وزير الطاقة وإصراره. لا لا كل الصفقات اللي عمالي بتصير، وأنا ناطر بعد تطر تشوف المناقصة كيف بترسي. إذا رست على سمير دومت بيكونوا من هم وراء وزارة الطاقة متواطئين مع سعد الحريري بموضوع البواخر، وهذا موضوع بده موقف منه. وزير الطاقة والتيار الوطني الحر بده يتواطئ مع الرئيس. أنا بوثق، أنا بوثق بسيزار، وبوثق إنه سيزار بده يجيب الكهرباء على لبنان. نعم. وبوثق إنه سيزار جدي وشاطر. أوكي. موضوع البواخر بعدني ناطر تشوف كيف المناقصة بترسي. إذا مبين إنه المناقصة ليش عم تقول سمير دومت؟ إذا لأنه مركبت المناقصة لسمير دومت. أوكي. صار في مفاجأة أن عدد من الشركات تقدمت على المناقصة. يعني كان الكل معتبر إنه أول شيء يعني اللي بيعرفوا بهذا الموضوع راحوا على تركيا وشافوا كاردونيز، شركة كاردونيز والشركة اللي بتبيع كاردونيز، وقالوا لهم من أين تموصين على الباخرة وكيف. من أمتى؟ من أشهر. من أشهر؟ من أشهر
من أشهر. يعني خلاص مبتوتة سلف رغم كل الاعتراضات. هلق هلق المفاجأة اللي اجت انه في اسعار اقل. يعني أوكي. فايتين مثلا بيت البساتني مقدمين سعر كتير اقل. عرفتي كيف؟ فايت شركة تاني نسيت اسمها والله كمان مقدمي سعر اقل. يعني حتى بيوصل الفرق للنص. هلق في ارباك صار هوني. في ارباك اخترعوا خبرية انه مش مستكملين وراقن. لا الشركات الأخرى هون باللجنة المشرفة في ناس أوادم ودخل الوزير هون ليش بعدني عبقلي أنا بخليل. دخل وزير سيزار بوخليل نعم. وعطوا مهلة للشركات تستكمل أوراقها. من هون بعدني عبقول سيزار هو خارج الاتهام. من هو فاز في دائرة الاتهام اللي الذي يدفش باتجاه أن ترسي البواخر إذا مثل ما عم بتقول أنت على الأستاذ سمير دوبت وبالتالي يستفيد تيار المستقبل بكل صراحة. خلينا نسمي الأشياء بأسماء بكل صراحة. في حكي بالبلد ما بيخفى لا عني ولا عنك. في حكي بالبلد أنه في اتفاق سياسي نعمل بين تيار المستقبل والوزير جبران باسيل. هذا الاتفاق منذ ما قبل الرئاسة الذي يعني. سمح للرئيس سعد الحريري بأن يسير برئاسة الجمهورية مقابل أخذ حصة بموضوع بالتلزيمات. هذا حديث بدي أقول لك شغلة بكل صالون عم يتم. أنا لو متأكد منه من تفاصيله كنت هلق أقول لك إياها. ما بتفرق معي حدا. بس منك متأكد بعد يمكن ما لقط بعد وين شو يعني ما لقط يعني ما بدي زد اتهام عشوائي وما يكون لاقط شيء بايدي. انا بموضوع الهاتف بين في اتفاق. كيف؟ لانه فينا نخلص موضوع الطاقه هات هات على الهاتف. خليني بلش بالهاتف بالهاتف اجا في تمرر خلال دقيقتين ها بند بمجلس الوزراء بيسمح لوزير الهاتف ب ب بتلزيم 350 مليار ليرة يعني 200 وشوي مليون دولار بلزمهم وزير الهاتف بطريقة استدراج العروض. طيب أنا سؤال ساذج، ليش منع وزير الداخلية من تلزيم الميكانيك مثلا بمناقصة وأحيل لمجلس الوزراء الموضوع؟ طب ليش هيدا ممنوع يلزم وليش هيدا مسموح يلزم؟ ما زيت التيار هني. لا إذا بده يكون إعادة تعويم الرئيس الحريري إذا مثل ما أنا بتقول. بدي أقول سؤال في سؤال ساذج يا أختي. طيب ليش كل الناس قاعدة تتصفق ليوسف فينيانوس اللي عمل مناقصة جابت للدولة 70 مليون دولار سنويا؟ سوق الحرة يعني. سوق الحرة عمل مناقصة هولا على البال ولا على الخاطر 70 مليون دولار دخل على خزينة الدولة. يعني عم تحكي انت بمية وشوي مليار صح. ليرة ممتاز. أوكي. طب كلنا زفقفنا له. طب ليش ما عملنا مثله؟ يعني ليش هون ما نعمل مثله بموضوع الهاتف؟ هلق بيطلع بيحكي وبيتفلسف وبيعمل مسحات في معركة بينك وبينه بيعمل مسحات بتضحك. يا حبيبي انت ومعلمك لا مخليين لا لحمة ولا عظمة ولا كروت التشريج، كلهم قطعتوهم كلهم أكلتوهم. وبعدين يا حبيبي كل الناس بتعرف انك انت أراجوز بهذه الوزارة ونبيل يموت عمالي بديرة. بس إذا كتير إشحاف يعني بحقه أو لحظة هو بيعرف هالشغلة. نبيل يموت هو الوزير وإنت شغلتك تمضي بس لأن المرسوم باسمك. يا حبيبي اسمع اهدي شوي، أنا عم بحكيك شغلة علمية. نحن عم نحكيك في مقال نزل بالأخبار مفند بالتفاصيل مخالفاتك. الجديد عملت تحقيق فند مخالفاتك، الـ LBC عملت تحقيق فند مخالفاتك. هيدا الحكي العالي والصوت إذا صوتك خشن شوي كله ما بيفيد. طلع فسر لي شو هذا اللي عمالي بيصير. أنت تتقلي تجي تعطي شركة تحصر موضوع الفايبر أوبتيك بشركة وتجي تقلي إيه يجوا يتقدموا الآخرين. إيه كيف بدون يلحقوك الآخرين بعد ما تكون بلشت أنت بسنة؟
بعد سنة ما تكون بلشتي أنت بالشركة، إيه كيف الآخرين بيجوا بدل ما يكون في مناقصات مناقصة طبعا أنا مين بيعطي الدم مثل ما صار بالسوق الحرة. طب وين راح دور أجيرو؟ مزايدة مزايدة اسمع. وين راح دور أجيرو؟ يعني ما هي كأنك عم بتقشط أجيرو شي لألا ومن صلاحيتها عم تعطيه لشركات خاصة. إيه طبيعي ما هي دوم نعمل له مضبطة اتهام بجريدة الأخبار، طلع جاوب عن مضبطة الاتهام بلا تقحنك وبلا كتر حكي، انت متهم انت ومن وراءك. هلق انت بقعدوا بمجالسكم بتصيروا تقولوا نادر الحق على نادر مش الحق علينا وهو عم يجبرنا، طلعوا حكوا الحكي تحديدا. ايه؟ وصلت عبيت القصيد. طب اوكي. اذا الوزير الجراح هو بهيدا الموقع، واذا مثل ما عم بتقول حضرتك يعني في اتفاق سياسي بين الوزير جبران باسيل والرئيس الحريري، واليوم المتابعه تكون مع الاستاذ نادر الحريري، طب شو ذنبه الوزير الجراح اذا هيدا الاتفاق، طالما ما عم نشوف في شيء عم بيتحرك لا بمجلس الوزراء ولا اي جهه رقابه، ما في عندنا لا قضاء عم بيتحرك ولا ما في اي جهاز رقابه. انا بحكيش مع يوسف فنيان، فيش حكي انا وياه. نعم صديقي وبحبه وزلمي سابقا وكل شيء، بس انه ما في حكي انا وياه لسبب سياسي يعني. طيب انا بعرف من اللي فاتوا بالمناقص بالمزايدة بالمطار، اوكي طلعوا حاولوا يرشوه بالملايين. وبعرفهم بالاسماء سمي. لا ما بدي، لانه هن خبروني. اوكي عرفتي كيف؟ اوكي ورفض هذا الموضوع، وأنا بعرف أنه رفض وأصر أنه يعمل مزايدة. طيب ليش لكان ليش هذا بيرفض وهداكي بيقلك أنه أنا يعني مغلوب على أمري؟ كيف ما فيش حدا مغلوب على أمره؟ الوزير بعد الطائف ملك، الوزير بلبنان ملك، ما حدا فيه يفرض عليه توقيع أقوى من توقيع رئيس الجمهورية، ما حدا أهم من توقيع رئيس الجمهورية طبعا، وما حدا فيه يفرض عليه. اوعى تصدقي هو بيعمل اللي بده اياه، وانا عم بعطي هالامثال. طب ليش هوني بده يصير مناقصات داخل الوزارات ومناقصات باستدراج العروض واستدراج العروض؟ هو تراضي يعني، عرفتي بين. يعني هو تراضي يعني، هي بيجوا خمس شركات بيتفقوا مع بعضهم، بناول كل شركة 100,000 دولار، بتقدم سعر معروف بالشكل يعني، ولك ايه وهو بيعمل سماء. كلنا بنعرف كيف بتصير، عرفتي كيف. ف هذا موضوع التليفون، بموضوع الكهرباء بموضوع الكهرباء في نية، وهذه النية فخامة الرئيس ما كان يخفيها يعني، من هو بالرابي كنا نحكي بالموضوع. أوكي. كان هو عنده حلم انه يجيب الكهرباء لللبنانيين، حلم. أوكي. عرفتي كيف؟ وهو حتما بس وصل دغري طلب عملها أولوية يتبلش بهذا الموضوع. وأنا سيزار بعرف أنه هو ماسك كل هذا الملف وبيفهم فيه، هو من وقت ما كان مستشار الوزير باسيل وقت كان وزير طاقة. نحن جينا ليش صار في أسئلة وشبهات حول الموضوع؟ ما في أسباب. صح. أول شيء المهلة القصيرة اللي هي كانت 15 طبعا مددت يعني. أوكي. بس لأنه ب 15 يوم فيكيش تعملي أنت مناقصة قرطاسية. أوكي. ومزبوط في الوزير يعمل 15 يوم المهلة، بس يعمل 15 يوم إذا بده يشتري قلام، إذا بده يشتري قهوة، إذا بده يشتري مال، مش إذا بده يجيب 1,800,000,000 دولار بواخر مليارين دولار. الأمر الثاني السؤال، ليش لخمس سنين؟ ليه مش لسنة وبعد سنة منكون عمرنا على الشط أو عمر معنا محلين؟ عنا محلين بسعوا 1,000 ميجا، هلا عنا الزهراني 500 وعنا دائر عمار 500. يعني فيك تستثمر بخطة طارئة بهيدي المعامل. بس تقلك شغلي، معروف بالعالم مني عم اخترعون هاو، أنا سائل عنهم 20 واحد من اللي عندهم خبرة، الرقم بين 800,000,000 دولار لكل ميجا. في ناس بيقولوا لك 800، في ناس بيقولوا لك مليون. اوكي. فيكي انت هلق تجيبي شركة من شركة مان قالوا لي مثلا او من شركة ميتسوبيتشي او أوكي. من شركات يعني هاي المعروفة، بتجيبي هلق انت بتنزلي موتورات على الشط. اوكي. الموتور بيعطيكي 40 ميجا.
وبتشغليهم وبتعطي طاقة يعني ما بدي يعني منك بحاجة للبواخر وتفرضي بحاجة للبواخر وبعدين أنت تعملي خطة. أنت فيك تقولي أنا بدي أجيب الكهرباء هلق من هون للسنة أوكي. بعد سنة بدي يكون عمرت كذا عمرت كذا عمرت كذا وفيك تخلصي ليش لخمس سنين بتجيبي ويمكن تروح أكتر. تاني شيء السعر اللي محطوط سعر كان كتير عالي هلق طبعا لما فات أربع خمس شركات بده يصير في إعادة نظر بالسعر لأنه في ناس جايبين نص السعر اللي عرفته. بس الأهم من هيك معالي الوزير أنه إذا صار في أربع خمس شركات بده يعاد النظر بالسعر وفي شركات جايبة نص السعر الطامة الكبرى بتكون إذا ضلت الأمور راسية باتجاه واحد. ما هي إذا بقيت راك بمعناتها في صفقة وبدنا نحكي فيها وبدنا نتهم فيها الكل ما رح نستثني حدا لأنه أموال اللبنانيين ما لا ملك حدا. يعني لما يطلع واحد يصير يتمرجل على الناس على التلفزيون ويصير يعني ينتقد الناس اللي مش عم تفهم عليه بسيطة هاو مصريات حبيبي مش مصريات بيك ما ورتك هني بيك هاو تطلع تصرفهم مثل ما بدك هاو مصريات الناس بدك تفهمهم كيف بدهم يروحوا بدهم يفهموا الناس كل قرش وين راح ما فيك تطلع تتمرجل عليهم وانه انت اللي بتفهم وهني اللي ما بيفهموا مش هيك الأمور. الناس بتفهم منيح وفهمتك منيح وفهمي شو عم يصير انت اللي مش عم تفهم بس انت اللي حاطط حوال انت اللي مسكر دنايك وما عم تسمع يعني بس عم بيطلعوا لك بيصيروا يتمرجلوا على الناس بس معاليك حضرتك يعني بتقول بأكتر من مقابلة انه كل معلومات اللي انت بتجي بتعلنها وانت اكيد منها وعم تعمل شغل يمكن لازم اجهزة التفتيش المركزي والرقابية انها تعملها انه رئيس الجمهورية عم بيكون عنده علم وعم بيكون في متابعة ولا ما كان في اصلا وزارة لشؤون مكافحة الفساد لاول مرة بتاريخه. هل رئيس الجمهورية اللي يحارب الفساد سمعت واللي وبارك ما جرى بالسوق الحرة سمعت هديك اليوم بدي يطلب موعد يغض النظر بدي يطلب موعد من الرئيس ما شفته بعد هاي اللي صار وزير شؤون الفساد سمعت هديك اليوم تصريح كويس لإله بيقول إنه لإله لازم يروح على إدارة المناقصات وهذا المظبوط. أنا بدي أقول لك شغلي نحن عملنا كذا معركة بالأخير وصلوا لنتيجة يعني من هيك لازم يعني بدنا كمان مين يساعد بهذا الموضوع. يعني اليوم أنت عملنا يعني معركة فتحنا موضوع الهاتف يعني أنا أول ما فتحته لأن وصلني بيومتها أقرار هذا البند تبع التلزيم الرضائي طيب هلق فتح العيون ما في وزراء كمان نايمين بالجلسة ما كمان في وزراء في وزراء ما عم بيعرفوا شو عم بيصير في وزراء بيعرفوش يتابعوا جدول الأعمال ونايمين بالجلسة يعني كمان مشكلة هلق كله يعني عرفنا نحن قبل الوزراء اللي ماضيين عليهم. طيب عملنا معركة سكلين لكن معركة سكلين خليني اشرح لك هاي المعركة اللي فعلا عانى منها لبنان وحاولوا يطمونا بزبالة يرجعوا يعطوا سكلين يفرضوا على سكلين بس انت بتعرفي هلق شو عملنا بهاي المعركة نحن موفرين تقريبا اكثر من 60% على اللبنانيين بموضوع الزبالة بجبل لبنان بكل مناطق بكل لبنان شوفي خدي مثلا بدي اعطيكي انا ثلاث شركات شركة طلع عندكم على التلفزيون رامكو اللي بيصار بجبل لبنان رامكو وسيم عماشي نعم رامكو اخذ بجبل لبنان نعم $27 الطن طن قديش كانت تتذكر سكلين؟ $49 49 يعني او $70 حتى سكلين كانت وصلت لوقت من الاوقات 49 النقل هذا اوكي اللي يعني بتحكي انت الجمع والكنس غير الفرز سكلين اخذ ب 140 بس ما هي مقسم صح في فرز في كنس في صح. جمع في لم في وفي الوزن في فرز في كله ما هذا الجزء اللي كانت اخذته سكلين 49 اخده لا عفوا جورج معوض كانت اخدته سكلين 49 نعم. ضاحي يشوف علي اخده هو ب 27 فاصل شي عماش اخد اقل من النص 51 كانت اخدته سكلين اخده ب 27 عم نحكي بيجي من عندك يعني من بيجيك من فوق مار شربيل نعم بيجيب لهون اخد نص سعر سكلين ببيروت حاليا
اللي بعدها أخذته لليوم شكلين واللي لازم يخلص يعني بهالتمديد. موضوع الفرز أخذي شكلين كانت 45 دولار أخذته شركة جياد العرب 15 دولار 15 رسي بس عليها. ما ننسى كيف بالآخر ترسيت على شركة جهاد العرب يعني عذرا قديش كان في أرقام مضخمة وهيك ورجعت بعدين كن طبعا تروح من إيدهم. هاي مناقصة هاي مناقصة هاي دي غير موضوع الكوستا برافا. إيه بس النية من الأساس معاليك يعني كنا عم ننبي المحاربة لإلكين لأنه في كأنك عم بتورط حدا بتنقل من حدا لحدا يعني واضحة الأمور. بالآخر أنا شو فرقيني معي كدولي أنا فرقيني معي مصلحة مهم النتيجة. إجا جهاد العرب أخذ 15 دولار هيديك كان اخذها ب 45 انا مصلحتي 15 دولار اذا عم يعمل نفس الشغل. نعم. ومثل ما مصلحتي مع رامكو مثل ما مصلحتي مع جورج معوض نفس الخبريه. طيب انت هون عم بتروحي عم بتوفري على الناس. نعم. وانا بتمنى مجلس الماء والعمار يكفي مثل ما كفى بها ويكفي بالاخرين بالمراحل الثانيه. نعم. يعني عندك موضوع بيروت عندك هلا موضوع الكنس ودخيلك بلا هالاختراعات اللي قاعدين يخترعوها البلديات بتكنس لا البلديات بتكنس ولا بتفرز شفنا رح ننطم بالزبالة بدها تكون مجهزة وعندها خبرة على كل حال علاج مركزي وبدها بلديات عندها إمكانية. كم بلدية بلبنان عندها إمكانية 10 12 بلدية 20 هو هني الباقي البلديات صغيرة ما عندها الإمكانيات. كلام هذا ما له طعمة بيطلع واحد منظر بيئي بيطلع يحكيك على التلفزيون يبقى لا بيعرف لا زبالي ولا ماسك زبالي بإيده ولا نازل على الشارع ولا شايف سطل الزبالة. حسب مش كلهم ما تظلمون حسب مش كلهم مش كلهم بس ما بقلك في ناس غير منطقيين وغير واقعيين بيطرحولك حلول غير واقعية. ما أنا كنت بوزارة البيئة ويجوا لعندي يطرحولي هالحلول ويصيروا قلولك صفر طمر وما فيش شي صفر طمر حكي ما قلوش طعمي بس فيك تقدر تعمل إعادة استثمار يعني لكل شيء أنت عم تفرزه ونشوف التجارب بالدول. أنا إحنا عنا كتير عشوائية الأمور. أكتر شاب أنا أكتر حدا قنعني هو شاب بيشتغل بشركة فرنسية كبيرة تشتغل بمواصفات الاتحاد الأوروبي شاب دكتور مبيت مسعود يمكن جورج اسمه من جزين إجا لعندي فرنساوي هني أحلى جنوب بيقنعوا لا فرنساوي وقاعد بي 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 يعني من زمان بداريس وبيشتغل خلي انه بصير بضحك انا بس اسمعكم عم تقولوا انه مثلا الطوم بيكلف 140 دولار فيش منها هاي خلي نحن بنشتغل مواصفات اوروبيه في طوم بيربحنا مصاري بنبيعه في طوم بيكلف 10 دولار في طوم 20 في قلي في طوم 400 يورو بيكلف حسب طبعًا. شو هي النفايات طب النفايات حسب شو هي المستشفيات ايه؟ وكذا هيدا اللي معالجتها كتير ايه؟ دقيقة ومتخصصة قال لي ما في إلا سياسة المحارق قال لي نحن عاملين بمواصفات أوروبية سياسة المحارق بس مش إنه محرقة مش المحرقة إنه نركب دخون مثل تبع شكة بيهشي للناس بدك الدخون يكون جدي حقه كذا مليون دولار بيتغير كل ست شهور في إلى طريقتها يعني عرفتي. طيب انت اليوم بتجي بيبقى عندك شوي قالوا لي بيدفنوهم تحت نعم. الطرقات نعم ف العوادم يلي هي تستخدم لا في ما بعرف شو هي يعني هن اللي بيبقوا بهذا الدخون الغبره اللي بتبقى أوكي اللي هي اخطر شيء نعم. هيدي بيدفنوها تحت الزفت اوكي عرفتي كيف فما المشكله ما حاول حدا هن سمعوا انه هذا موضوع الزباله في مصاري صار كل وارخ كيف في يطلع مصاري طلع في سرقه موصوفه مش بس مصاري عشرات ولكن الاضعاف انت بين الزباله نعم وبين السوق الحرة هاو بس ملفين عم بحكيكي انت موفري اكتر من 300 مليون دولار على الدولة اكتر من 300 مليون دولار هاو دي بملفين بس طيب. بس عذرا معاليك اذا بملفين وفرت الادوي باب تاني رجعت طلع عومت حالك او لا لا بي او هدرت الدون اكتر شو استفدت طيب هلا عم نقوله نحن ما هلا عم نقوله أنا بيجي أنا طيب هوني لما إجي أنا إحكي بالمليارات خدي مثل نعمل الجلسة الأخيرة لمجلس وزراء قبل ما أقرر الموازنة نعم بالجلسة الأخيرة لمجلس وزراء قبل ما أقررت الموازنة تعرفي زادوا 6000 مليار بنص ساعة عشو
كل وزارة شمطت شوي بدهم لا اعتماد. قالوا في بعض الوزراء قالوا نحن تنقدر نشتغل بدنا تزيدوا لنا. كل وزارة أنا دولي من بيناتهم الوزير فنيانوس يا أختي روحي وكان كتير صريح وقتها عبر عن هيدا روحي الشيء. روحي أنت هلق وزارة الأشغال بالآخر عندها شغل يومي. وزارة الأشغال كل يوم عندها شغلة وتصليحاتها هاي الطرقات يعني كل يوم بتروح كل يوم بيصير أضرار كل يوم يعني في 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 بس وزارة الصحة في وزارات لزمون أوكي. مش عبقول أنا مش لزمون وفي وزراء أدائهم رائع يعني أعطيت إكزامبل وزارة الصحة أنا بيجي بحكي اليوم كلهم بيطلعوا بتقولك حنك عن أنه يا لطيف دعم الجيش ودعم الأجهزة الأمنية وهالأجهزة الأمنية إنجازاتها قداش عم تعمل وقداش عم تحقق طب يجوا بيصرفوا 6,000 مليار بيزيدوش فيهم شيء عليهم لا القوى الأمنية طيب. ولا الجيش يعني أنا بعطيك مثلا شو بيشتغل الجهاز الأمني إذا بتعطيه 200,000 دولار موازنة بالشهر شو فيه يشتغل فيهم هذا الجهاز اللي بده يجي يشتغل لك من حدود عكار للجنوب للبقاع للمخيمات لكل المخيمات الموجودة مخيمات الفلسطينية والسورية هذا 200,000 دولار ممكن أوقات يضطر لمخبر جدي يعطيهم إذا مخبر جدي في يكشف لك عملية مثلا تفجير ممكن تضطر تعطيهن الـ200,000 دولار شو بيعملوا له يعني اليوم بدل ما تيجي تقولي أنت اليوم أنا بدي استثمر بالأمن طب أنا بلد اليوم من هون لعشر سنين لازم ضلني استثمر بالأمن طيب شو كيف بستثمر بالأمن أنا وبيجي بعطي طيب تع أنت تستثمر بالأمن تعلق لك خي كيف تستثمر بالأمن طرحوا الشعار الرئيس بري ومعه حق الاستثمار بالأمن طيب اليوم أنت مخابرات الجيش لازم تزيد لها مصاريفها السرية الأمن العام اليوم اللي بيتعاطى مع مليونين سوري فجأة نزلوا عليه لازم تزيد له مصاريفه السرية وتطوع له 5-6,000 زيادة تيغلوا يلحق طيب أمن الدولة اليوم اللي عامل انطلاقة ممتازة بعد ما عينوا اللواء صليبي والصليبة والعميد سنان وتعاونوا مع أحليهم وبيّن أنه التعاون لكي ما الله نتيجة بيعطيها طيب هذا بتجي بتعطيه 200,000 دولار مصاريف سرية كيف بده يشتغل فيهم خي أنا بعطيه $1,000,000 يعني صرف الأموال بالمكان المناسب بالمكان طيب أنا عم بستثمر بالأمن بس الأجهزة الأمنية شو عندها طيب. أجندات سياسية وانتخابية ومناطقية وطائفية ومذهبية ما عم تشتغل هي بهالطريقة هي جاية عم تشتغل لك على ملف أساسي اليوم يعاني منه لبنان هو موضوع الإرهاب وهذا الإرهاب منتشر ومتفشي وسيتفشى أكثر كل ما الأزمة الاقتصادية زادت ايه؟ كل ما هذا الموضوع عمالي طيب أنت اليوم لما ملف هديك اليوم الوزير يمكن المرعبي قال ما بعرف قد الرقم إذا ذكرتي دخلك نزل بالجرائد إنه صاروا مكلفين النازحين من لبنان حوالي 13 قال 20 مليار مدفوع منهم 7 المجتمع الدولي صح. دافع 7 ولبنان 13 طب أنا بدفع 13 مليار على نازحين لازم المجتمع الدولي يتولى مساعدتهم ومساعدتي فوقهم طيب بدفعش لأجهزتي الأمنية وبدو ياكل مجتمع الدولة تشغلون وتيكون في نفع الاقتصاد و30% من اللبنانيين قاعدين عاطلين عن العمل فينا نكمل بالمواضيع الأخرى وتفاصيل أخرى أنا ما بعد أول بريك لأن كتير تأخرنا على البريك مع ليك خليكم معنا مشاهدينا بتابع حالتنا بالمحور الثاني مع الوزير مالك تحب نرجع شوي لموضوع الكهرباء لأنه أصلا في أسئلة من المشاهدين بلشت من هلأ وعنا كتير أسئلة في رح انطلق من هيدا السؤال محمد عوض بيسألك شو بتعني بكلامك عن العلاقة المالية بين تيار الوطن الحر وتيار المستقبل حضرتك ربطت بوزارتين بملفين الاتصالات والطاقة ليكي مش عم حاول دافع عن حدا أو حيد حدا أنا عم بقول إنه في كلام كتير صاير حول هذا الموضوع بالبلد
أنا لو عندي لما يصير عندي شيء بحكي، يعني صار عندي التليفون حكيته هلق بالبواخر شو رح يصير عندي رح أحكيه. إذا لقيت إنه في حدا من الطيار الوطني متورط بالموضوع، أنت بتعرفي لا عندك حيادة الوزير، لا جمهور الطيار يقبل هذه الفكرة ولا الرئيس بيقبل هذه الفكرة. لازم يعني من هيك أنا ما بدي أحكي شيء غير متأكد منه. إذا صار بيّن في صفقة بمناقصة البواخر رح أحكيها يعني، وعبتبعها مش إنه يعني ماني عبتبعها. بس أنا تعرفي شغلي اللي بيلفتني هذا اليوم فعلا هالأسبوع أنت عم تفرجي على اللي صار مع الرئيس عصام فارس. طب هودي الناس بالدولة ما بينحسدوا؟ يعني ما بيقولوا إنه نحن لازم نعمل مثل ما عمل هالزلمة تنتكرم مثل ما تكرم هالزلمة؟ يعني واحد إجا على السلطة، شو في الفرق؟ يعني إجوا على السلطة بلبنان بلشوا حتى رغم ثرواتهم ينهبوا من السلطة. إجا عصام فارس على السلطة أعطى، وأنا كنت بالحكومة معه بفترة يعني بإحدى الحكومات معه. عصام فارس إجا عنده بنك، بيع البنك تبعه، صفى كل مؤسساته بلبنان، إنه أنا صرت بشأن عام ما بيسوى إنه او بدي اترك السلطه او بدي سكر شغلي. سكر شغله بلبنان يعني بما في بنك كان يعني عنده الويج بنك وقتها وبيعه. طيب اليوم انت طب هذا التكريم له شو بيعكس؟ بيعكس تعطش الناس لرجالات دولة مثله. ايه بس قديش عمل يعني، قديش عمل الرئيس فارس، قديش عمل قبل اغتيال الرئيس الحريري؟ تنكروا له جمهوره، ما رايح الجمعة عكار بتشوفي انه مش صحيح تنكرت الناس. يومتها صارت في موجة، كل الناس تتهم كل الناس، صارت فوضى. انسحب منه هو لانه محترم حاله، ما بيقبل لنفسه يفوت بهيك معمعة. بس انا اللي بدي اقول لك اياه اليوم، طب واحد اجا دفع من ماله الخاص مكان الدولة اللي مش عم تدفع فيه، اجا نمى منطقته، اجا عمل كل اللي عمله. طب هودي هني وبالسلطة اليوم ما حدا بيكرمهم مثل ما كرموه هو وخارج السلطة اليوم. تعرفي شغلي انت، يعني اليوم مثلا نحن في شغلات من اللي عمله هو، يعني ما بدي اقول لك بالدولة. انت بتعرفي موضوع التليفون هو كان وراء الاقتراح اللي وصلنا لهون؟ اي اقتراح؟ يعني في ناس عمرها يمكن 17 و20 سنه و25 مش ذاكره هاي المرحله. لما اجوا بدهم يبيعوا التليفون، الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري وقتها كان رايه ينبيع التليفون. الرئيس ايميل لحود كان رايه ما ينبيع التليفون. نعمل لجنه برئاسه صوت الرئيس عصام فارس. هيدي اللجنه هي اللي وصلت لمحل انه نحن بنستعيد التليفون ومنعمل له إدارة. تم استعادة الخليوي، نعمل له إدارة. طبعا اللجنة اقترحت حلين، حل بدون مصاري وحل بمصاري، مش الرئيس الحريري بالحل تبع المصاري، عمل لهم تعويض وقتها. صار في هلق اليوم التليفون اللي كنا بنبيعه نحن بحوالي مليار وشوي بفوت لنا مليار وستمائة مليون بالسنة. هذا اللي كنا بنبيعه أقل من دخل سنة. يعني هاي وحدة من الشغلات عبقلك اللي عملها وقتها عبر اللجان اللي كانت تتشكل برئاسته من شان معالجة هاي القضايا اللي يصير في خلاف عليها بمجلس الوزراء. طب اليوم هودي اللي قاعدين، طب اليوم الرئيس سعد الحريري بسيطة، طب ما بيتطلع، ما بيشوف المشهد، ما بينحسد منه مثلا؟ كل الوزراء اللي موجودين حاليا بالحكومة، طب ما بينحسدوا من هذا المنظر؟ يقولوا انه يا اخي والله واحد اذا عمل بالاخر ما بيضيع مع الناس. طب هذا نموذج رجل دولي، وهودي نموذج لرجال الدولي اليوم اللي عم نشوفهم. طب هل بيجوز انا بعد كل الفضائح اللي انحكت هلق، اللي هي ببداية هاي الحكومة الجديدة صار محكي عن فضائح توازي فضائح سنوات طويلة؟ يعني اليوم قال انه حكومة الرئيس تمام سلام، مع انه الرئيس تمام سلام كان ممتاز، يعني بعض الوزراء عملوا فضايح فيها كبيرة لانه اعتبروا انه مش فالين وبقوا سنوات واعتبروا فيش رئاسة جمهورية وصار كل واحد منه يتصرف كرئيس جمهورية. طيب اللي انعمل بثلاث اربعة اشهر هلق اكتر من كتير اللي انعمل وقتها.
مع أنه بوقتها هي أزمة النفايات، وبوقتها بلشت تنكشف الأمور، وبوقتها ما تنطرح الحلول، بوقتها مناقصات وأرقام عالية. يعني منه يعني عم بتحمل كتير الحكومة الحالية، وحضرتك إذا بملف الكهرباء اللي عم تطرحه ناطر أنك تتأكد من المعلومات. لما بتحكي أنت مليارين بس كهرباء، أول شيء تبع كاردونيز نصاب بتركيا وفي مشكلة هو والدولة التركية حسب ما فهمت، وهو معروف انه نصاب الزلم. تاني شيء انت اليوم اذا اجا سمير دومي جاب البواخر مثل ما هو مقرر اكيد في صفقة، والصفقة ما فيها طرف واحد، الصفقة بدها طرف، بس بعد ما انها نهائية يعني بدنا نشوف ننطر. ما هي كم يوم ننطر كمان المدافعين عن سياسة البواخر إذا بدك بيقولوا قد ايه بتوفر على الفاتورة الكهربائية، قد ايه بتوفر من على جيبة المواطن، وهيدا الشيء منه دائم منه أزلي سرمدي وأبدي. صحيح، إذا جبت الكهرباء 100% بتلغي فاتورة الموتير، بس إذا جبت الكهرباء 20 ساعة في فاتورة موتير مكفية، لأنه أنت ما رح تقعدي 4 ساعات بدون كهرباء، رح تشتركي بالموتير، رح يخف الاستهلاك. بس كمان في 42% زيادة تعرفة، ليش ما عم يحكوا عنها؟ ما في 42% زيادة تعرفة على الكهرباء. لا حكيوا عنها، بس أنت لغيت فاتورتين وزدت على الفاتورة الأصلية اللي هي كهرباء كراوند 42%. مش مزبوط أنه لغيت الفاتورتين، ما أنا مش عم تقليلي في 24 ساعة أنت. أنت إذا بتقولي في 20 هي اللي عم تقولي، بكرة بيصيروا 18 مع الأعطال. مش كتير متأمل يعني. لا ما عم بقل. تجي أنا، بس أنا مع تشغيل المعامل ومع تشغيلها وتروحي على الغاز. يعني نتذكر قديش عمره الخطة، خطة الكهرباء بواخر مؤقتا ومعامل، نتذكر بسبب الخلافات السياسية قد تأخرت. نتذكر ليش اجوا مثلا الباخرتين بس راحت كل طاقتهم للنازحين السوريين. يعني اذا هلأ في يمكن مرحلة لابد منها، بس كل حدا يمكن العالمين فيها بيعتبروا انه هيدا هو المسار الوحيد. لا مش هو المسار الوحيد. بدي أقول لك شغلي، يعني هلق أنت فيكي تعملي خطة كتير واضحة، نعم، وخطة كتير شفافة لإقامة معامل إنتاج. ما فيها شيء، بتعملي خطة شفافة كتير لمعامل إنتاج وبتعملي مناقصات دولية بهاي الخطة، وبتجيبي ناس جديين ينفذوا وشركات جدية. في كتير شركات جدية بتجي بتنفذ، وبتروحي باتجاه الغاز لأنه أوفر، والناس إذا محملة فيها تتحمل. أنا رأيي السنة ما حدا بيقول إنه ما فيهم يتحملوا سنة، إنه هني بيدفعوا مليارين دولار طبعا يتحملوا سنة، مش صحيح. أول شيء فيش مين صار لهم الناس عم بأنه عايشين بهيدا الواقع. بعدين مين قال لك إنه في مال؟ يعني إنه يعني هلق منين بتأمن وزارة المالية مال؟ ما في مال، ما هني عملوا الاكتتاب تحت لي أمنوا فايدة الدين. أوكي. أنت يعني نحن كيف بدك تمول البواخر؟ نحن أمام مجموعة، المشكلة ندى أمام مجموعة من الناس عم تصرف بدون وعي، ومش عم تعرف بأي وضع اقتصادي. نحن علينا 100 مليار دولار. يا عمي جيبوا رياض سلامي، جيبوا وزير المالية، جيبوا الاختصاصيين، خلوهم يناقشون، شوفوا الوضع المالي عنا شو صاير فيه. طيب وبعدين كله يعني المشكلة انه لا عم تقدر تأمني فرص عمل. طيب البنوكي مثل ما شايفي انت، البنوكي عمالي، طيب البنك ليش بده يعطي ساهم بالدورة الاقتصادية؟ ما هو عم يحط بالفايدة عندك وعم تعطيه 25% فوائد. ليش بده يشغل الناس؟ طيب في شي بنك بيعطي لمصنع؟ في شي بنك بيعطي لشغل؟ وحتى اذا بيعطيكي حتى اذا عطي ما بيعطيك قديش بتغرق بفوايد؟ ما عم بقول لك هو ما بيعطيك اصلا، يعني ما بيعطيك، بيعطيك هيدي للشقه اكثر شيء يعني. بس طب وين الحركه الاقتصاديه المعموله؟ وين المعاناه الحقيقيه اللي عندنا؟ هي فرص العمل. معاناه الحقيقيه اللي عندنا انه في عشرات الاف الشباب العاطله عن العمل، اللي بيجي بيقول لك يا اخي انا بدي سد جوعي، يا اخي انا بديش روح على المخدرات بدي اشتغل. ما عندك جواب. ما عندك جواب. بس اليوم اذا طلعت مخطئ بموضوع البواخر واذا مرسيت
على الأستاذ سمير دومت بيطلع. ما قلت أنا ما قلت لك إذا بيكون سيزار تتقبل بس حتى كمان هيدا الحل يلي هو بواخر قطعة بتحكي بمعامل. يعني هلا حضرتك عم بتقول عم تفصل في شقين أنا عم بقول في شق أنا عم بقول البواخر إذا اضطريتي لمؤقتة مؤقتة لمرحلة معينة بس ما فيك تجي تقليلي إنه المرحلة 5 سنين. أنا ضد الخمس سنين بس إذا ما رسيت على من يمثل تيار المستقبل بالبواخر لأنه يبدو رايحين على هيدا المسار. لا ياخد سمير دومت بثلاثة ونص وياخدها شوف الغني معي أنا. بس ساعتها ما بعود في فعلا ما يتكرر بالصالونات واللي بنسمعه إنه في اتفاق سياسي بين التيار رئيس التيار الوطني الحر والرئيس سعد الحريري. لا ما فيك تشوفي شو مفاعيله بمحلات تاني بالتليفون. ليش مرقت هاي 350 مليار بالتليفون اذا ما في اتفاق؟ ليش مرقت يعني؟ بس مش كل مجلس الوزراء التيار الوطني الحر. لا في اكتريه بين التيار والكهرباء رح تمشي هاي. طب ليش البقيه ما بيعترضوا وبيعلوا الصوت؟ مش بالكهرباء بالاتصالات رح تمشي. ما الاعلام حضرتك قلت حضرتك ذكرتها والال بي سي فتحت موضوع تسجيل هواتف الخليوي مع انه في نظام سابق انشاه الوزير صحناوي لتسجيل الهواتف. في شركه جديده هلا وموضوع الفايبر اوبتكس ذات الشيء. بدي اقول لك شغله، في 17 وزير تيار وطني حر ومستقبل والباقي كله 13. بس يعني اذا طلعوا بموقف يعني مثل ما اعترضوا يعني وزراء امل او غيرهم من الوزراء يا معالي الوزير هاي ما بدها تلتين، بدها النص زي الواحد. هاي الامور يعني هلق مثلا موضوع البواخر ما محسوبين. يعني الموضوع البواخر، موضوع البواخر افترضي راح يعترضوا على وزراء الطيقه، وزراء حركه امل وزراء حركه امل وحزب الله. نعم هودي خمسه. نعم زيدي لهم وزراء الوزير جنبلاط 2 قد صرنا 7. نعم زيدي لهم الوزير فنيان 8 وزير علي قانصو 9. اوكي مين بعد عنا؟ لو ما في تلت معطل، لو ما في انه مثلا يسقط بالتصويت بس بالموقف، بالموقف فبيطلعوا بيجرسوا بعضهم وبيطلعوا بالمواقف ضد هاي الصفقات وكذا. ليه ساكتين؟ اكيد بمجلس الوزراء ما في غلبة او الاكترية بمكان اخر، بس اذا انت كوزير معترض او انت لا يعني ما هو السكوت علامة الرضا 100%. لازم يطلعوا يعني الكل معنيين. انا بقول الكل لازم او مباركين بمكان ما ثلاثة كمان. صحيح بضلوا 13 وزير بيعترضوا وبتمشي القصة. لو اعترضوا جوا بس طلعوا وزراء القوات. ليك شفنا موضوع الكهرباء التباين بين القوات وبين التيار الوطني الحر في بس ما في شيء وقف يعني في بمكان في أسئلة مشروعة. بس هذا لا يعفي بأنه في أسئلة مشروعة. في أسئلة مشروعة طرحوها وزراء القوات كمان لازم يتجاوب عليها. أنا سياسيا أميل للتيار الوطني الحر مش للقوات، بس كمان ما في إذا في أسئلة مشروعة قل لك لا إنه عنزي ولو طارت. لا في أسئلة مشروعة عند كل الناس في أسئلة. أنا بدي أسألك سؤال قبل ما ننتقل لموضوع قانون الانتخابات. العالم كتير لأنه بهمها موضوع قانون الانتخابات. الهدف بما بقانون الانتخابات صار في حدا باعت سؤال هلأ بنذكر اسمه أنه ناطريننا بكل شيء معلق بهالبلد بانتظار إقرار قانون. ما نحن كمان ناطرين كتير أشياء من بيناتنا سلسلة رتب والرواتب ما ترهنونا هيك. بس هل الهدف معالي الوزير سلسلة الرتب والرواتب انصاف المتقاعدين؟ ايه في كتير اسئلة بس قبل هل الهدف الدولة من كل شيء التصويب على علاقة التيار الوطني الحر وتيار المستقبل تحت عنوان الاتفاق السياسي اللي صار بينهم؟ يعني ما عم نشاف الفساد او تطرح التساؤلات عن الفساد الا بوجه هيدا الثنائي لانه صار في اتفاق سياسي بينهم. بينما في كتير وزراء يعني معلش في وزير وقف موظفة كفؤة جدا عن العمل لأن نزيهة وكفؤة. أول شيء بالنسبة لإلي ما فيك تقليلي هيك لأن أنا ولا مرة طرقت موضوع فساد أو ميزت بين واحد معنا بالسياسي أو واحد ضدنا بالسياسي أبدا. أوكي. وأنا بالنسبة إلي ما فيك تقليلي هيك لأنه أنا من اللي كنت أنا كنت من أكثر المؤيدين لوصول فخامة الرئيس لأنه نحن موعودين بمشروع إصلاح. نعم. وتغيير. أنا كنت من أكثر المتحمسين حتى لعودة الرئيس سعد الحريري. بس أنا شو قلت؟ أنا قلت أنه أنا بتأمل أنه الرئيس سعد الحريري بس يرجع كونه بعد لم يتلوث بالفساد
بتمنى يرجع يتعاون مع العماد ميشيل عون ويشكلوا ثنائي جدي لمحاربة الفساد في لبنان، لأنه هو الآفة الكبرى اللي عم نعاني منها، هو اللي معطي الفرص العمل، هو اللي عم يزيد الدين، هو اللي عامل أزمات الدولة كلها، هو اللي عم يمنع قانون الانتخاب، هو أساس، هو الأفعى، رأس الأفعى، والباقي كله يعني ذيول هذه الأفعى. أنا هذا اللي كنت عم بقوله. إجا الرئيس سعد الحريري بده يعوض عن خسارة أوجي، خي مين في يعوض لك 20 مليار 30 مليار ريال خسرانهم بأوجي؟ ما حدا في يعوض لك. إني ونحن منوق عنا القدرة، يعني نحن أصبحنا شعب فقير، أصبح اللبناني ما عاد في يضخل لك هذه المليارات اللي قاعد أنت بدك يمين وشمال تقعد تشتغل فيها. يعني ديك هلا كل الناس عم يلاحظوا وين ما قاعد الرئيس الحريري، قاعد مستميت في الدفاع عن خطة الكهرباء. طيب شو مستميت؟ يعني واضح ليش مستميت بالدفاع عن خطة الكهرباء. طيب أنا اللي بدي أقول لك إياه هوني، نحن هذا اللي تأملناه، بس أنا مش يعني إذا هذا تأملت وجيت لك أنا طلع ما أنا ما ميزت ولا مرة بملف فساد بين حدا وآخر. طيب مرت الماضي بس عملت معركة تسليم المعامل الزوق والجي، نعم، واللي عادوا تسلموا. طيب كنت أنا حليف وزارة الطاقة بالمعركة مع قاسم حمود، نعم، واختلفت مع حلفاء لإلي أحساب الموضوع، بس بالآخر رجع انحسم الموضوع لمصلحة تسليم المعامل. ما يعني ما يعني يعني معي ما فيك تحكيه، يعني معي ما فيك تحكي هذا التشكيك، لأن مش هيك بشتغل. بس أنا في موضوع قدامي، أنا إجا لعندي هالجدول تبع مجلس الوزراء، بين وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات، إجا لعندي هالجدول تبع مجلس الوزراء، لك شو هي 350 مليار وزير بيلزمهم باستدراج العروض، 220 مليون دولار، 230 مليون دولار، كيف هذا؟ ومالك ومش حاسين فيه وزراء؟ شو الكلام هذا؟ هو اللوم مع كل حال الوزراء اللي ما بيد يمكن يعملوا واجباتهم كما يجب، لأنه حتى الإعلام تهم بالتصويب على الوزارة. ومذكر كتير منيح وقتنا بلشنا بالملفات كيف تم التصويب على هالوزارة على الإعلام بسبب تطرق لهذه المواضيع. طيب معليك أنا بدي بلش بموضوع أنه الانتخابات، لأنه في كتير أسئلة بهيدا الإطار. خلينا ناخد تاني بريك ونرجع من تابع، وأكيد الأسئلة كلها رح ننقلها للوزير وئام وهاد. نتابع حلقتنا بالمحور الأخير، يعني ولازم يكون الحلقة مدتها أطول. خسرنا أول مرة تطلع معي بحوار مع الوزير، وحضرت لك كنت كتير ملفات نحكي فيها، بس مهم خلينا نفوت على الموضوع يلي الناس عم تسأل عنه. قانون الانتخاب معروف موقفك، بس اليوم في جمود، في مراوحة، ما في حديث عن قانون، في إطاحة بصيغ وفي تركيز على موضوع النسبية. خلينا حتى ما نلهي الناس بموضوع مثل ما من الآخر شو الوضع. الكل موافقين صاروا على مشروع ميقاتي شربل، أوكي، ها، اللي هو نسبية على أساس توسيع زيادة عدد الدوائر، تصغير الدوائر إذا بدك، إيه، تصغير الدوائر وزيادة عدد 15 13 12 9 6، مش مشكلة، الكل صاروا مقرين بهيدا في الواقع. في موضوع الوزير جبران باسيل بعد عنده اعتراضات، أنا أتمنى على فخامة رئيس الجمهورية أن يحسم هذا الأمر، أتمنى على اعتراضات فخامة الرئيس أن يحسم، لأنه العودة للستين مثل ما عمالي مثل ما قلنا عم بيحضروا، يعني أنا من أشهر حكيت أنه لما سألوا قلت لهم الكل بدهم الستين، الكل بدهم الستين وعم يسبوا، بس فعليا كلهم بدهم ايه، ضمنا بدهم العودة للستين. العودة للستين انتكاسي، نعم، فعلية، نعم، العودة للستين انتكاسي فعلية للعهد. أتمنى أن لا تحصل، أتمنى أن تحصل الانتخابات على أساس قانون انتخاب، وأن ينطلق العهد بخطة يتمناها العماد ميشيل عون حلحلة عدة أمور، تعيينات إدارية، تقوية أجهزة، كهرباء، مي، كذا، يعني في عنده خطة لعدة أمور. أتمنى أنه يصير في انتخابات على أساس النسبية. الأمر الثاني
بعض اللي عمالي بيتظاهروا يعني كمان حطيلي ما نضيع البوصلي بيروحوا بيتظاهروا لا بدنا هلق انتخابات. ولك يا حبيبي انتوا عم بيمهدولكم الطريق طعموكم الضرب. ما في بدنا هلق انتخابات على اي شيء يعني عملولكم انتخابات على الستين شو الاهم ربط الموضوع انتخابات على اساس قانون عادل وعلى اساس النسبية مش على اي قانون للانتخابات. يعني اذا انتوا لما تطالبوا بانتخابات وتضغطوا من اجل انتخابات باي قانون الكان بيجيبوا لكم الستين بيجددوا لنفسهم بيجددوا لهذا الطاقم السياسي وبيرجعوا بيركبوا على ظهركم 4 سنين مجددين هني بشكل ديمقراطي ولكن بمضمون ديكتاتوري مجددين لانفسهم بينزلوا لك بيصيروا بيتظاهروا لا بدنا هلق الانتخابات ممنوع بقى يبقوا يا حبيبي بدك انتخابات على اي قانون. طيب اعتراضات الوزير باسيل على شو؟ تشوف اذا محقه او غير محقه هذه الاعتراضات. والله ما بعرف انا ما بعرف. طيب اذا ليه عم تطلب من رئيس الجمهوريه يتدخل؟ يمكن اعتراضاته للوزير باسيل بمحله. انا بدي اقول لك شغلي ما خلينا نكون واقعيين يعني مش نهاجم قلنا بنحكي مع فخامه الرئيس بقانون الانتخاب 12 سنه مش من امبارح. وفخامه الرئيس متمسك بالنسبيه. وفخامه الرئيس معتبر انه النسبيه هي الحل. كان ما هالحكي عمره 12 سنة بس نسبية أي دوائر وكيف الدوائر بده يكون شكلها وحدودها ما كمان هي الدوائر أساسية يا معالي الوزير يا ما في مشكلة حضرتك قديش كنت عم بتعلي الصوت إنه ما في احتكار للتمثيل الدرزي ليش بدك تغرق التمثيل المسيحي بأكتريات ما أنت ما بحق لك توصل للندوة البرلمانية أنت كوئام وهاب أو أي درزي طامح لي كيف بدي أعمله أنا كيف بالمسيحي تغرق المسيحيين بمحادل تحت عنوان النسبية وتحت دوائر مدري كيف بتطفطفها لهذا مين عم بيقول هيك؟ مين ما هي هلا حسب تقسيمات الدوائر ما هي الشغل اللي عم بيصير تتركب محدلة مسيحية وهون اعتراض أي محدلة؟ الثنائية المسيحية يعني قصدك؟ أنا هل قد يخيف التفاهم المسيحي لا مع علي الوزير؟ ليش بده يخيف؟ ما أنا كنت معه موضوع رئاسة الجمهورية ما أنا كنت عم بنظر له أنا كنت معه كنت طب هن وين رح يعملوا محادل بس أنا مش مع أنه تجي إذا ريك أنه بتلغي لكان يعني ساعتها بك تلغي سليمان فرنجية وتلغي سامي جميل وتلغي بطرس ولا مرة قالوا أنه رح فريد الخازن ولا مرة التفكير عم يتم بالإلغاء أنا مش ولا مع مرة بالتقسيمات أنا, أنا إذا أرفض الإلغاء على ساحتي ما رح أقبله على ساحة الآخرين ولكن أنا مع التفاهم كنت وأنا كنت عم نظر لهذا التفاهم أيمتى ما كنت معه بالعكس بس ولا مرة حدا وحتى هن بلسانهم قالوا مش الهدف إلغاء أحد مطلوب. كيف هل يمكن لأحد أنه يقدر يلغي سليمان فرنجية مع حفظ الألقاب بقضاء صغرته هل يمكن لأحد أن يلغي أكيد لا يا ندى بدي أقول لك شغلة ندى ما عم بقول لك أنا بقبل 6 دوائر وبقبل 9 وبقبل 11 وبقبل 13 وبقبل 14 بكل الدوائر ما في مشكلة وين المشكلة؟ كما الوزير إذا مثلا تنقول الناخب الجزيني يلي بده يختار بين النواب الثلاثة ليش إذا بالتقسيمات الدوائر تنقول مثلا جزين قضاء جزين من ضم لصور أو أنا عم بخترع هيك زهراني وصوره هيك وحسب شو بده يصير عنا إذا في صوت التفضيلة وكيف ساعتها بده تأثر الماس الشريحة الأكبر على مزاج الناخب الجزيني أنا عم بسطها بشكل تيفهم معنا المشاهد قديش ما خلينا نسأل سؤال مشروع ما أنا بدي أسألك سؤال مشروع كمان أنا بدي جاوب إجابة مشروعة قديش في ناخبين مسيحيين بجزين الهدف قديش بال50,000 مسيحيين 50 طيب طب الناخب الشيعي بالضاحية وبجبال الشيعي بالضاحية يلي نفوس الضاحية بالضاحية. يعني لأنه أوكي بالضاحية سكان أكتر من نفوس لأن 40,000 ناخب أي أوكي مع جبال صرنا 60,000 ليش قبلين يدوب بجبل لبنان شو قال لك كل ما كل أنا كل ضايعة بدي أعملها دائرة ما بتزبط معي ما هذا الناخب الشيعي قبلين يدوب بجبل لبنان الشمالي ما هذا رح ينعمل الضاحية رح تكون مع جبل لبنان الشمالي رح يكونوا أقلية أوكي فإذا نحن عم نحكي بذات المنطق طيب بس إن... أنا عم بحكي أخذت مثل بمنطقة مسيحية حضرتك أخذت منطقة في أقلية شيعية مشان هيك ليش كل الناخبين بيقدروا يوصلوا وتزخر الدوائر بدك أكثر أنا إذا عم تسأليني إلي أنا مني صالح لناقشك بهالقصة ليه؟ لأنه أنا بؤمن بلبنان دائرة وحدة أها. أنا ما عندي خوف أطلع قول إذا بدي أترشح أطلع قول أنا مرشح عن كل اللبنانيين نعطوني
بعمل نايب ومعطوني ما بعمل حدا نايب. بيقبل بهيك؟ بخيك طبعا نكون مثاليين ونكون واقعيين، وانت انسان واقعي. حضرتك اعطيت مثل هو نفسه المثل اللي انا عم بعطيه، يعني ليه ما بتعطي كل شرائح المجتمع حقها، من العلوي للشيعي للسني للكاثوليكي للانجيلي للماروني؟ ليش؟ طالما تركيبة البلد هيك. انا تركيبة البلد هيك، من هيك انا اوقيت بطالب بحقوق طائفتي. انا مني مع هالتركيبة، بس انا مع اعطاء المواطن حقه. بس ينعطى المواطن حقه يا ندى، بصير كل الناس اخدي حقوقها. بس تنعطى الطوائف حقها، بيكونوا اخدوها ديناصورات الطوائف. شو مستفيد المعطر الدرزي دخليك اللي قاعد برشية؟ شو مستفيد يعني اذا كان في دور لفلان او علتان؟ وشو مستفيد المسيحي اللي بعكار اذا كذا؟ وشو مستفيد الشيعي اللي بالهربي؟ بس مكان ما بدك تبلش أنا وبقوانين انتخابيه تعيد تكوين، تخلي في اقليات سياسيه اذا بدك تقدر توصل على البرلمان. هيدي كذبه مثل كذبه الاستقلال، انه تنزيله من النفوس، منزيله من النصوص. بس تحطي النص مثل البسينات بيمشوا بسنه، بعيش حدا يتحرك. المشكله كله عم نتكاذب على بعضنا، ما حدا منا لا بده وطن ولا بده قانون ولا بده دوله ولا بده دستور. كلياتنا بنا شو بيطلع لنا نحنا، كلنا عم نتكاذب على بعضنا. شو بدك بكل الخبريه؟ ما حدا يحكي ما في قانون هلا. ما انا رايي انا رايي صعبه، انا رايي صعبه. عشو رايحين على 60 حكمان؟ على 60 الكل بيرفضوا ال 60. كذابين كذابين كلهم، كلهم بدهم 60. ليش؟ شو بيحقق 60 اليوم للقوى يلي هي عم يعني عم بتصرخ بدها تصحح تمثيلها؟ شو بيحقق 40 نائب 35 نائب بتمثيلهم بقوتهم او مجبورين بتحالفات سياسيه؟ شو حققت؟ شو حققت للي الناس بدها تغير؟ يعني في شيء مش مين بده يغير؟ اللي كل القوانين الانتخابيه كانت مشحفه بحقهم منذ طائف الى اليوم. شو بدهم يغيروا؟ يصححوا التمثيل، ياخذوا حقوقهم مثلهم مثل غيرهم، مساواه بينهم وبين اللبنانيين الاخرين. ما بعرف، خلينا نشوف. منك انا ماني متفائل الا ابدا ابدا. بس عدم الوصول الى اقرار قانون جديد وفرض الستين لا يؤدي بالبلد الى ازمه مفتوحه، ازمه نظام، الى مشكله؟ بيأديش لشيء الا اذا الناس تحركت وقررت ترد عليهم. اذا الناس قررت انه هودي الجماعه كذبوا وتخلي الطبقه السياسيه ترد عليهم وكذبوا علينا ونصبوا علينا ونحن لازم نعاقبهم، اذا قررت الناس هيك ايه بقول لك بيعاقبوهم، بس بدك يقرروا الناس هيك. مش بكره يحطوها يرجعوا. هلق اجى ترامب، بكره يجي لك شي واحد هون كمان يقول لك بلكي بنتجاوب مع اللي بده يعملوا ترامب، نرجع نشبه فتنه داخليه ونحرض المذاهب على بعضها. انا ماني نرجع لهيك ظروف برايك؟ ما ان شاء الله يعني ساعتها بيكون. يعني هل هو قانون الانتخاب عدم اتفاق على قانون واقرار قانوني هو بيكسر الجره؟ بمهد لمرحلة مش منيحة. بمهد لمرحلة مش منيحة. رح يمهد لمرحلة مش منيحة. وأنا رأيي رايحين لمرحلة صعبة شوي. في أسابيع صعبة. كيف؟ في أسابيع صعبة من الشتشدة حول قانون الانتخاب. بس أسابيع صعبة من الشتشدة بس نتيجتها أي انفجار على أي مستوى؟ انفجار سياسي، وضع صعب. يعني كتير واضح أنه الجيش اللبناني قديش والقوى الأمنية عم بكافحوا الإرهاب، ولو صاروا منتشرين على حدود هي الخلايا بالداخل متغلغلة. بس أنه يعني هذا ما أعتقد أنا يعني أنه إذا صار في أزمة سياسية منوصل لتفجير أمني، مش هيك الأمور. بس في أزمة سياسية حادة بدها تكون. هلأ في كتير أسئلة عم تجينا على موضوع قانون الانتخابات. أحلى شيء في أحد المواطنين والمشاهدين عم بيسأل أنه خلينا نبلش، بيقول أنه طب ما نحن منطرين اليوم كرمال قانون الانتخاب، بينما نحن بدنا نعيش في وضع اقتصادي صعب وبدنا سلسلة رتب ورواتب. طيب ما عم نحكي هيك، ما نحن عم نقول له عم يلهوك بهذا الموضوع تيمرقوا هيديك الامور وعم يتبخلوا علي بسلسله الرتب والرواتب وبحقوق المتقاعدين. نعم، لانه عمالي بيحاولوا هالدخل اللي عمالي بيزيد
يعني إذا كانت المناقصات الزبالة زادت من دخل الدولة ومناقصة المطار زادت من ما أخذوا أكثر منهم، ما عم نقول لك زادوا 6000 مليار على الموازنة. حد سعد صغية يمكن عم بيسألك هذا السؤال، بشير معضاد بيقول كيف تنظرون إلى قمة الرياض وهل من تأثير لها على مجريات الحرب السورية وعلى الداخل اللبناني؟ لا، على الداخل اللبناني ما بعتقد، يعني بعتقد الكل لازم يكونوا عقلاء ويتصرفوا بعقل مع هذا الأمر، وما حدا يعني يركب رأسه يفتكر في يعمل شيء بهذا الموضوع. أنا لا بعتقد ما في مرحلة جنون اللي صارت بأيام جورج بوش. أكيد بالموضوع السوري الموضوع السوري أكيد بعده معقد، ولكن تقديري الجيش السوري عمالي بيحقق على الأرض ميدانيا، ولكن بالحل السياسي الحل السياسي يبدو في تفاهم روسي أمريكي على أنه الروسي يرعى محاولات تفاهم على الرغم من اللي شفناه بالرياض، على الرغم من اللي شفناه بقمة الرياض. شو خصوا ما في تأثير على دور الروس في المنطقة؟ بين ترامب بعتقد في تفاهم بين ترامب والروس على تشجيع الحل السياسي بسوريا وعزل داعش والنصرة. في عباس حيدر بيقول أثبتت القمة بأن الحقد الطائفي على من يقاوم إسرائيل أكبر من قضية فلسطين اللي غابت عنا، وأثبتت خيانة العرب مرة أخرى. ما في شيء يعني موضوع فلسطين صار رح يصير بعد شوي من أدبياتنا، لأنه إذا حماس قبلاني بال67 يعني بأراضي ال67 وين كنا وين صرنا؟ يعني كمان الأحلام اللي كنا نفكر فيها نحن وصغار ما بعتقد يعني بعد واقعية. عم يسألك كمان بشير معضاد أنه شو رأيك على موقف الوزير باسيل أنه ما كانوا عارفين الوفد اللبناني بالبيان؟ هلق أجواء القمة معروفة قبل انعقادها كانت يعني ما مش شرط البيان أو غير البيان، ما أنه يعني تصنيف حزب الله بلش قبل القمة بعتقد من قبل السعوديين. نعم، على كل حال نحن يعني بدي أقول لك بعتذر من المشاهدين سلف، في كتير أسئلة عن قانون الانتخاب، بس الأسئلة واضح أنه عم يسألوا بين النسبية وقديش بتعطوا مثلا النسبية وقديه في دوائر وكيف بده تصوت المذاهب والطوائف. ما يعني ما للأسف الشعب اللبناني عم بيضيع وهو يطوق إلى انتخابات. بدي أقول لك شغلة، عم يضيعوا بتفاصيل. يعني اليوم أنا رأيي بدل ما يروح على السعودية الرئيس سعد الحريري يا ريت وطلع عبر الياس أخذ كل حكومته ترأس اجتماع للحكومة بمدرسة بر الياس أو بمقر البلدية ببر الياس وعمل خطة طوارئ لإنقاذ بلدي فيها يمكن 100,000 ساكنين فيهم 600 إصابة سرطان. للأسف يعني ويا ريت بدل ما تعلن حالة طوارئ فيها، وحتى رئيس الجمهورية بتحرز يطلع ياخذ مجلس وزراء يعملوا يعلنوا حالة طوارئ فيها. صح. اليوم الناس بدها فرص عمل، روحوا اعملوا شيء، شجع الاستثمار. هذا اللي عم بيصير اليوم اللي عم بيصير اليوم. انت اذا الواحد لبناني اذا هذا فتوش لك عمي خيو نايب ووزير ما خلوش يستثمر، بده يجي الخليجي يستثمر عندك؟ كيف بده يجي يستثمر عندك واحد اذا انت اللبناني مش عم بتسهلي له تيستثمر؟ بلش عيد النازحين السوريين الى سوريا تترجع تعلي، تخفف نسبه البطاله 35% من اللبنانيين عاطيه عمل بسبب النازحين. اول شيء بدهم يرجعوا النازحين السوريين على سوريا، بس يبلش في حوار بين الدوله اللبنانيه والدوله السوريه، فلتتجرأ هذه الحكومه اللبنانيه المريضه فلتتجرأ هذه الحكومة اللبنانية المريضة ولتبادر إلى حوار، لأنه الأزمة عندها مش عند السوري، الأزمة عندها. بس طالما في سفرة ما في شيء بيمنع على كل حال. أنا بس تكون الأزمة عندي ما في ضلني أتلقى أوامر ما تحكي مع السوري، وشو فرقيني معه السوري؟ عمرك ما تحكي معه، يعني شو بس وين القوة عندها؟ للأسف لأنه هيدي بتجمعنا كلنا كلبنية، وين القوة اللي تطالب بإعادة النازحين بالمناطق الآمنة؟ وفي سفير بلبنان يعني فيها تخلص الأمور على أي يرجع ينفرج شوي اللبناني بكل بسيطة المناطق. بسيطة خلص. ما دام الناس الناس حكينا كتير أول سنة. نعم. بس في ناس اعتبروا إنه بيجيبوهم لهون وبيستخدموهم بمعاركهم،
هذا الأزمة اللي صارت وهيدي المشكلة الأساسية اللي صارت. بس هيدا الزمن هلا بلشوا من شهرين يرجعوا يحكوا بهذا الموضوع ويدركوا خطورة. فإذا يمكن يصير في حوار يفرض حاله هالحوار مع الحكومة السورية بما يخدم مصلحة لبنان على كل حال أولا. يعني مطلوب مبادرة من فخامة الرئيس بهذا الموضوع. نعم. الأزمة أكبر من لبنان وما في يتحملها لبنان. أنا بتمنى على فخامة الرئيس ياخد المبادرة هو، لأنه مني متكل رئيس الحكومة ياخد المبادرة، عرفتي كيف، ياخد المبادرة فخامة الرئيس يبلش بهذا الحوار ويدير هذا الحوار، مثل ما اليوم في تنسيق على الحدود بين الجنشين اللبناني والسوري. صح. في يكون في تنسيق بين الحكومتين. نعم. اللبنانية والسورية ينتدب من ينسق الموقف. ينتدب من ينسق من الحكومة اللبنانية مع حكومة السورية. شكرا لحضورك اليوم معنا مع الوزير رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب بحلقتنا. أخذنا وقت زيادة، معلش تحرز، كان بعد كتير اشياء نحكيها، بس بحلقة تانية اكيد ان شاء الله بيكون في نتائج بتتوضح الامور بالملفات اللي عم تطرح حول تساؤلات، وبيكون في يمكن اتفاق على قانون للانتخابات، ما حدا بيعرف ان شاء الله. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا، واذا الله رضى بلاقيكم الاربعاء، الى اللقاء.